قبل 8 سنوات 4 أشهر و22 يوما، في 25 من يناير 2011، ثار الشعب المصري ضد الحكم الديكتاتوري الذي عمر 30 عاما كسائر الأنظمة العربية الأخرى من أجل استرجاع جمهورية مصر العربية التي تملك تاريخا قديما قدم أهراماتها العجيبة، تاريخا ضاربا في عمق الحضارة البشرية. سقط ذلك الرئيس الطاعن في السن مبارك، ويا ليته كان كذلك، ذلك الرئيس الذي كان مباركا لاستمرارية عدوان الصهيونية على فلسطين بتوقيعه على تعديلات اتفاقية كامب ديفيد مع شارون سنة 2005. سقط ذلك اللا مبارك فيه. 2012 استعد المصريون من أجل اختيار رئيسهم، واختاروه بالفعل في انتخابات حرة نزيهة لم يسبقهم لها عربي من قبل. فاز فيها الدكتور محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة بنسبة 51.73%. ليتأمل الجميع في مستقبل زاهر ينتظر المصريين، وفعلا بدأ محمد مرسي التحضير للقيام بثورة في الاقتصاد المصري بمحاولة جذب العديد من أصحاب الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية الضخمة، ونجح في ذلك بمساعدة حكومة هشام قنديل، وحتى وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية جعل منه تهديدا مباشرا على إسرائيل، وهذا ما أزعج جهات معينة لتسلط عليه الجهاز العسكري القوات المسلحة وتشجعه على القيام بالانقلاب المشؤوم على الشرعية وعلى اختيار الشعب بتمويل منها، والذي حدث بالفعل بعد عام فقط من تولي الدكتور محمد مرسي سلطة الحكم ويستولي عبد الفتاح السيسي على جمهورية مصر، وخلفه كل من يحلم بالسيطرة على الشرق الأوسط وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، ليلقى القبض على الرئيس محمد، وذنبه الوحيد أنه رئيس أحب مصر وحاول أن يخدم شعبها ويصبح عزيز مصر بعد 3 يوليو دليلها، ويقبع في غياهب السجون هو وكل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين. استمرت فترة سجنه من ذلك الحين حتى وافته المنية في يومنا هذا عن عمر يناهز 68 عاما، 6 سنوات كاملة في السجن ظلما وبهتانا وتحطيما للحلم المصري. من أشهر مقولاته: منعوا عني المصحف الشريف ونسوا أن يحفظوا القرآن من 30 عاما، وأنا أردت أن ألمسه فقط. الدكتور محمد مرسي عزيز مصر الذي لم يدرك 7 سمان وفته المنية بعد 6 عجاف، كل نفس ذائقة الموت، رحمة الله عليك أيها الرئيس، إنا لله وإنا إليه راجعون.